أهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بمباراة الأهلي والجونة وهزيمة نادي الجونة من النادي الأهلي بطل الدوري في العام السابق برباعية مقابل لا شيء. ازيك يا دكتور أحمد ومبروك. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. ألف مبروك طبعا لجماهير النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة الفوز. بالتأكيد فوز مهم جدا للنادي الأهلي، بيطمن جمهور النادي الأهلي على الفرقة قبل المواجهة الصعبة قدام النجم الساحلي يوم الجمعة. بالتأكيد بتقدم نفس الأداء الممتع اللي أنت نهيت عليه، يعني فترة التوقف ال 51 يوم لما ترجع بالأداء ده بصراحة يعني جماعية في الأداء، تحرك مستمر بدون كورة، لا مركزية في الثلاثي في الرباعي الأمامي تحديدا، فتح مساحات لزوايا التمرير بصورة ممتازة جدا من ريني فايلر. كمان نقطة مهمة جدا السرعة ثم السرعة ثم السرعة، سرعة التحول من الدفاع للهجوم، السرعة في التحرك بدون كورة. لما تلاقي مروان محسن النهارده لمس استلم الكوره من زملائه 25 مره منهم 3 بس جوه منطقه الجزاء، ده ياكد لك فكره المهاجم الوهمي عند ريني فايلر. 25 مره منهم 3، يعني مهاجم النادي الاهلي مستلم الكوره جوه المنطقه 3 مرات بس، ده ياكد ان دي تطبيق فكره المهاجم الوهمي اللي بينزل يسقط للخلف وبيفتح مساحات للقادمون من الخلف، سواء حسين الشحات، سواء رمضان صبحي لما نزل، سواء اجاييه، سواء مواليد سليمان، اكتر من حد طبعا بيجي القادمون من الخلف سواء عمرو السوليه. فدي فكره بيطبقها ريني فايلر النهارده. كمان احنا عملنا 21 محاوله على المرمى، رقم كويس جدا، بنوصل للهدف رقم 14 في 4 مباريات بمعدل 3.5 هدف في المباراه الواحده، يعني معدل قوي جدا. الفرقه اصبحت يعني عندنا شراسه هجوميه واضحه جدا جدا في الفرقه، نمسك الخشب وان شاء الله الاداء ده يطمننا قدام النجم الساحلي يوم الجمعه ويكون مفتاح خير، او ان شاء الله تخلينا تدينا ثقه وتدينا دفعه معنويه قدام النجم الساحلي. النهارده بصراحه يعني